ولما انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه بظهور أريقات سودها الصعفوق الكذاب نزار هاشم السوداني، وليس هذا وقت الرد عليها، سيأتي، وهي منتزعة من حضن أم لها، سأخبركم إن شاء الله تعالى بها. لا بد أن أبين أنا لهذه القضية، وسيأتي إن شاء الله وقتها. أنا أعجب من المغردين والمدافعين عن الشيخ محمد، يعنيني أنا، الذين دافعوا عني في كتابات على ضد كتابة نزار الكذاب. فلما جاءت أوراق نزار فرح بها وطار وذهب يزكيها ويقول فيها علم وأدب، وهي خالية من الصدق والعلم والأدب، وهذا ما سأبينه أنا. نعم، دافع عني من دافع جزاه الله خيرا، ولكن رب الدار أدرى بما فيه، وسأعقد حلقة في هذا المجلس إن شاء الله في مسجدنا هذا، أبين فيه كذبه وسوء أدبه وجهله وهواه. سأبين لكم هذه الأربعة بالأدلة، وسأبين لكم منزع هذه الأوراق إن شاء الله تعالى من أين انتزعت. اليوم أقول الآن آن لمحمد بن هادي أن يخرج عن صماته وأن ينثر شيئا مما في كناناته. إذن نكتال من مكيالكم الذي وضعتموه أنتم، ونكيل لكم به، فإن لم ترضوا به معاشر الصحابة فويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ بلى، سنصير إلى الله جل وعلا ونقف بين يديه، ويأخذ كل واحد منا بما قال وعمل. ولعل أكتفي اليوم بهذه المقدمة، وإن شاء الله تعالى نعقد حلقا في بيان أحوال الصحافة الذين يقولون لا دلائل عند محمد بن هادي، وأنا سأضعها في كتب الجرح والحكم للناس، هم الذين ينظرون ويطبقون القواعد، وسآخذهم بإذن الله واحدا واحدا، رجلا رجلا، من تغريداتهم وواتساباتهم ومواقفهم وشهادات العدول عليهم.